بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أيها السادة، القرآن الكريم تلاوة قرآنية مباركة يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان، القارئ والمقيم بمركز ومدينة بركة السبعة. أيها السادة، ندعو الله لقارئنا بالتجلي والتوفيق، ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء
بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك قل اللهم بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
تولد الليل في النار تولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير وإلى الله المصير
ويعلم ما في السماوات وما في الأرض Yeah.
ويحذركم الله نفسه لكم ذنوبا ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا اصطفى آدم ونوحا إن الله اصطفى آدم ونوحا إبراهيم
ذرية بعضها من بعض والله سميع والله سميع عليم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب والله سميع عليم والله سميع عليم
الله أعلم بما وضعت. وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها فتقبل مني وليس الذكر كالأنثى قالت رب إني وضعتها أنثى والله كفلها زكريا Oh,
قالت ومن عند الله كفلها زكريا وكفلها زكريا قل كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال رب
سميع الدعاء. صدق الله العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وكذا أيها الأخوة المؤمنون عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان القارئ والمقيم بمركز مدينة بركة السبعة.